اندلعت مواجهة عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي في منطقة الشقب شرقي صبر بمدينة تعز، وسقط قتلى وجرحى من الطرفين. وتمكنت المقاومة من استعادة مواقع تبت الصالحين والحود بعد أن كانت الميليشيات قد سيطرت عليها الأسبوع الماضي. وقد واصلت ميليشيات الحوثي قصف الأحياء السكنية بتعز، وقصفت اليوم أحياء عصيفرة والتحرير الأسفل الشماسي وثعبات وقرى صبر الموادم والمسراخ، ما أدى إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة. تفقد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي اليوم قوات الجيش الوطني بقاعدة العنادة العسكرية بمحافظة لحج، وحضر حفل تخرج دفعة جديدة من قوات الجيش الوطني بعد أخذها دورات عسكرية مكثفة على يد القوات الإماراتية والسودانية المتواجدة في القاعدة. قصفت مقاتلات التحالف هناجر بمنطقة حد بالعاصمة صنعاء، واستهدفت بغارات أخرى مواقع في بلاد الروس وحمام جارف، وكذا منطقة جربان بمديرية سنحان جنوب العاصمة. وشن طيران التحالف فجر اليوم عدة غارات على مخازن أسلحة وآليات لميليشيات الحوثي والمخلوع في مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء، ودوت انفجارات كبيرة مع تصاعد لألسنة اللهب من المواقع المستهدفة واستمرت لعدة ساعات. هاجم رجال المقاومة بمحافظة الحجة برصاص الحي والقنابل اليدوية تجمع للحوثيين في أحد محال تغيير الإطارات بمنطقة كعيدنة، وأدى الهجوم إلى مقتل مسلحين حوثيين وإصابة آخرين. قال المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي إن محادثات السلام بشأن اليمن لن تتم في موعدها الذي كان مقررا في 14 من الشهر الجاري، وقد تتأجل أسبوعا أو أكثر. جدد الناطق الرسمي لقوات التحالف العربي العميد أحمد عسيري نفيه استخدام التحالف لقنابل عنقودية في عملياته ضد ميليشيات الحوثي وصالح، وقال في مقابلة تلفزيونية أن المخلوع يعمل مع القاعدة وأن قوات الجيش الوطني اليمني والتحالف ستدخل صنعاء في الوقت المناسب. أعلنت الأمانة العامة للمجلس المحلي لأمانة العاصمة أنها أبلغت جميع مكاتبها بالإغلاق بشكل كامل في جميع مديريات الأمانة بعد استمرار ما يسمى باللجنة الثورية العليا للانقلابيين بتدخلاتهم بشكل كبير وعبثي في كل الإجراءات للمجلس المحلي.